مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في البث المباشر الليلي هنا من عاصمه الثقافه الامازيغيه تشير الجهه ديال الطبيعه الحال. دائما نحاولوا اننا نقربكم من الاجواء الليليه في مختلف المناطق. وطبعاً اليوم نحاولوا نقربكم من عاصمه الثقافه لكنها كبيرة في عطائها وكبيرة أيضا في المواج اللي تتعرف بالطبع الموضوع ثم كما كتشوفوا بطبيعة الحال حركة تنبض بهذه المدينة. بطبيعة الحال الناس اللي كيتسألوا أخي الكريم، مدينة تشيرة كتواجد بين أكادير وإنتاج، بطبيعة الحال مدينة تابعة لجهة ماسة ومدينة اللي كتعرفوها حركية أوفر طيلة الفترة الليلية. بطبيعة الحال ربما ليلة تشيرة ليس هو النهار فهذه المدينة كبعت واحد الرواج منقطع النظير طيلة الليل. كما كتشوفوا يعني الاسماك خدامين، القهوة خدامين، خاصة الناس اللي عشاق المأكولات بطبيعة الحال كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. فكنحاولوا اننا نقربكم من الاجواء الليلية، نقربكم من كل ما يجري في المدينة بطبيعة الحال. كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر، فكنقول لكم الاجواء الليلية في المدينة في هذه الفترة.